زي ما كنا بنتابع من شوية تقرير خاص بفعاليات مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية، وطبعا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والنقاط الستة اللي حددها لطبعا التوصل لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية على أهلينا في قطاع غزة. و بيتكلم بقى على كل الاتصالات والتحركات المصرية على المستوى السياسي والدبلوماسي وأيضا الإنساني. طبعا جهد كبير وتحدي مهم بيواجه الدولة المصرية في هذا التوقيت، تحدي الأمن القومي المصري، سواء طبعا الأوضاع في غزة أو الأوضاع على حدودنا عامة. كل ده بيحصل بالتزامن مع ظرف مهم، ظرف داخلي، تحدي اقتصادي موجود عندك بالأساس، وهيزيد قسوة وصعوبة مع الأوضاع والأزمات الموجودة على حدودك. كمان داخلين على انتخابات رئاسة، ويمكن شفنا من شوية الجلسة النقاشية للقبائل والعائلات المصرية اللي بتتكلم على ضرورة الاصطفاف والجبهة الداخلية، وان الشعب المصري الشعور طبعا بالخطر، وان هو كله على قلب رجل واحد متعلق بدعم غزة بكل تأكيد، لكن الحفاظ على الأمن القومي ومقدرات الشعب المصري. الملف ده بشكل عام بكل تفاصيله وتحدياته ده اللي هنتكلم فيه مع باشمهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئه البرلمانيه للحزب بمجلس الشيوخ. سياده النائب مساء الخير، اهلا وسهلا بيك يا استاذ لبنى. يعني الحدث الاهم والعنوان الابرز النهارده هي القمه العربيه الاسلاميه. شايف ازاي هذه القمه في توقيتها مع تصاعد العدوان؟ اهميه ان يكون في موقف واحد وموقف قوي يجمع الاشقاء في ظل طبعا التعنت الغربي. يعني الحقيقه القمه اجتماع هذه الدول العربية والإسلامية مع بعض بهذا التمثيل، أنا بتكلم التمثيل الرؤساء والملوك بالبيانات، البيان الختامي اللي طلع، وكل دولة كمان حطت هتقدر تعمل إيه، إيه المطلوب. صحيح، ده بيدينا مؤشر قوي جدا على إن على قد ما احنا اهالينا في فلسطين الحقيقه وفي غزه بيعانوا معاناه كلنا مش قادرين نتفرج حتى عليها ضميرا، يعني صح، على ما قد ان القضيه الفلسطينيه طلعت تاني زي ما احنا كنا بنتعلمها. انا بتكلم في جيلي، بس ما كنتش كنت ببص ان القضيه خلاص فترت الحقيقه مع الاجيال الاخرى الصغيرين. حاليا المكسب اللي أنا شايفه الوحيد، بس هو مكسب ممكن يؤدي لحل القضية الفلسطينية بعد كده وحل الدولتين، صحوة الشباب في العالم العربي والإسلامي، وده يعني أجيال تانية، وصحوة بعض الشعوب في العالم الغربي. صحيح، دي برضو الرواية الفلسطينية بقت حاضرة كمان، يعني تماما هي قضية كانت هقول ايه بالنسبة لأجيال ما اتنستش، بس بالنسبة لأجيال تانية كانت اتنست. صحيح، وأكبر خسران من المعركة الدايرة دلوقتي غير طبعا دم شهدائنا هي إسرائيل، لأن إسرائيل كانت وصلت في مرحلة إن بقى عندها ثقة بنفسها حتى في التطبيع مع العالم كله. كانت القضية خلاص بتنتهي، أنا بتكلم وبقى بدون سلام، بدون أي تمن، لا بدون أي تمن، ده بالعكس بدأوا يحطوا في دماغ أجيال أخرى إن هم دول بتوع السلام، يعني إيه مشكلة، يعني هو ما خلاص بقى لا، إن إسرائيل تعاني تاني. أنا شايفها من بداية الصفر دلوقتي من 48 إن أجيال قاعدة متحفزة لقضيتها، أجيال والأجيال دي يعني أجيال، يعني شباب ورا شباب ورا شباب، عملية مطولة بس مطولة بإصرار عربي إسلامي عالمي متغير الحقيقة يعني. فعلى قد المأساة اللي بنشوفها على قد ما إن شاء الله هيبقى فيه خير بعد كده للقضية الفلسطينية. طيب هنا القضية على حدودك ودي قضيتك والتزامك الاخلاقي والسياسي لعقود طويله،
لكن خطر موجود وشايفين ضغط من إسرائيل ومن المجتمع الدولي ورفض قوي وقاطع من الدولة المصرية، لكن ده برضو ما بيمنعش إن هم يعني بنسمع التسريبات ومصر وهتعمل إيه، ومصر لا لتصفية القضية ولا لتهجير الفلسطينيين. بتشوف إزاي موقف المصر موقف المصري تجاه القضية في غزة وموقف المجتمع الدولي مننا كمان دلوقتي؟ بشوف الموقف المصري يعني احنا انا كسياسي ممكن متابع حاجه كتير، بس الفيصل عندي كان وانا قلتها وبقولها تاني كلام السيد الرئيس مع المستشار الالماني اللي هو وضح للشعب المصري ولشعوب العالم كلها، بس الشعب المصري بشبابه، يعني ايه امن قومي اللي احنا كنا بنسمع عنه على المؤامرات، بس السياسيين بيسمعوا، التكنوقراط بيسمعوا، بيتكلموا مع بعض على صفقة القرن. ده كان كلام كان لا يخص المواطن المصري العادي، يقول لك انتوا نظرية مؤامرة على طول، ودايما اما ولا شباب، وكان دايما اما حد فينا يتكلم في كده دايما المتلقي كان يفتكر انت بتغطي وضع اقتصادي ايا كان في اي سنة. ده الكلام ده من مدة كمان يعني. اما طلع هذا الحوار والشباب شافوه، وانا بعيد تاني الشباب لان دي عمليه مهمه قوي، هو ده الحاضر والمستقبل، هو ده وبقى في انتماء غير عادي والكل بقى فاهم يعني ايه حدودنا، يعني ايه الامن القومي بتاعنا. وربنا يعين الرئيس الحقيقه في هو انهي حدود، الحدود دي ولا حدودنا مع غرب ولا شرق ولا جنوب، مع السودان ولا يعني القصة الحقيقة في منتهى الصعوبة. صحيح. في منتهى الصعوبة. إنما اللي أنا شايفه من بعد كلام السيد الرئيس الواضح الصريح اللي كان دايما ممكن حتى رئيس سابق حسني مبارك ممكن يقوله في غرف مغلقه، يعني يعني هذه الصفقه من مده كبيره جدا والضغوط من مده كبيره قوي. دلوقتي المشاركه وعرفنا بعد كده عنها في تسريب بالظبط كده، فبقى واقع لا ولو تفتكري يا استاذه لبنى والتسريبات برضو كان مين بيتكلم فيها؟ صح، التكنوقراط والسياسيين، حاجة مقفولة. ما كنتيش تلاقي المجتمع المصري بيتكلم، المجتمع المصري بأكمله بيتكلم. أما بشوف الشباب دلوقتي وهم بيتكلموا على المقاطعة أو بينفذوها الحقيقة، يعني مع إن في شركات بتضر مالهاش ذنب ومش داخلة قوي في المقاطعة كده، إنما ما بشوف إصرار الشباب العجيب جدا درجة إن الأولاد بيقولوا لأهاليهم أوقات هو ده داخل المنتج داخل المقاطعة ولا لأ، دي عملية لأ إحنا مش شفناهاش قبل كده بهذا الإصرار من الجيل الشباب أو من والأطفال الحقيقة. يعني أرجع أقول القضية بقت واضحة، عشان كده تماسك المجتمع بقى غير عادي في الفترة دي. ونرجع بقى قبليها، هو احنا تصنيفنا الائتماني كان بيقل ليه؟ هو الضغوط اللي علينا الاقتصاديه كان ليه؟ ما هو لازم المشاهد يبقى عارف ان كان في ضغوط وضغوط وضغوط وضغوط، عشان لما اجي اطلب منك حاجه ما تقدرش تقول لا. انا سالت السؤال ده على مدار 3 أيام لخبراء اقتصاد شرفوني هنا في البرنامج. قلت السياسه والاقتصاد وجهان لعمله واحده. موقف سياسي انت هتدفع ثمن اقتصادي او يضغط عليك قبله علشان تخضع. هو بيضغط عليك قبله. لازم ضغوط، تبقى ضغوط جامده جدا اقتصاديه قبليها، على اساس لما بيجي يطلب حاجه او تحصل المشكله اللي هو عارف انها هتحصل يبقى الاستجابه ما فيهاش الاصرار. هم فوجئوا بتماسك مجتمعي غير عادي. نزول المصريين للشارع برضو دي إشارة إنه في التفاف، مش ده رأي القيادة السياسية أو الحكومة أو لكن الشعب المصري ككل فاهم ورافض. وهم كان دايما الخارج وهو بيضغط عليك اقتصاديا وهو بيحاول يعمل كده بيبقى متوقع إن مثلا تيجي تقول للشعب يلا ننزل نوري كلنا، يقول لك ما انا في ايه ولا في ايه، لا ما حدش قال انا في ايه ولا في ايه، ولا حد اتكلم ساعتها دقيقه
على أزمة اقتصادية اللي كلنا بنعاني منها، لأن وقت وقت الجد للبلد معدن المصري فعلا. يعني انا وانا في حرب اكتوبر كنت طفل صغير، بس انا سمعت ان ايام الحرب كامله ما حصلش سرقه واحده في مصر. سرقه، انا بتكلم سرقه طبيعيه، يعني الالتفاف المجتمع حوالين بلده اما بيحس بخطر ما اعتقدش في شعب زي الشعب المصري. اتكلمت عن الالتفاف المجتمعي او الشعبي ونزول الناس في الشارع دعما للرئيس وخوفا على الامن القومي، لكن كمان شفنا التفاف سياسي وحزبي، وانا بكلم بقى هنا سياسه، انه احزاب معارضه مش عارفه ايه الكلام ده كله، كل اي اختلافات نحيناها جانبا والكل بيقول احنا على قلب رجل واحد. لانه احنا في السياسه الوضع الطبيعي في السياسه ان احنا كأحزاب بنختلف اقتصاديا، بنختلف على رؤية معينة اذا كان في الاقتصاد او حتى في الحياة العادية في المجتمع، دي حاجة. بس اول ما بتيجي فيها حاجة فيها خطورة على بلد، ما هي بلدنا، هو بلد مؤيد ومعارض، لا ما هي بلدنا، هي بلدنا يعني احنا كلنا واحد، وبالتالي الالتفاف بيبقى وضع طبيعي، الكل بيتكلم نفس الكلام من غير ما حد يقعد مع التاني، يعني نفس الأفكار، نفس المشاركة، نفس تقدم الصفوف، مش هتلاقي مؤيد ومعارض وأنا مع الحكومة، دي ما فيهاش حكومة وما فيهاش رئيس، ده رئيس بلد بيمثلنا. يعني أنا قلتها يا أستاذة لبنى والله وفعلا مقتنع بيها، إحنا مسنودين الأيام دي على الرئيس، والرئيس مسنود على شعبه بجد. يعني الايام دي باينه قوي، يعني الصوره باينه جدا. ربنا برضو كرمنا ان الفتره دي عندنا رئيس زي السيد الرئيس بخبراته بحنكته بصبره بهدوءه، الكلام ده كله في هذه الاوقات ببصيرته الحقيقه اللي كانت معديانا كلنا على تسليح جيش، على تطوير تسليح جيش، على فردة السلاح من جميع الدول والانفتاح، حتى السياسيين كانوا بيقولوا في الحته دي، حتى السياسيين كان مع هذا التنوع الغريب كان ممكن يتقال من جواهم حتى طب ليه 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 لي يعني ليه هذا الكم، ليه هذا التنويع. لا دلوقتي احنا حتى قاعدين في بلدنا بنتكلم بندافع عن غيرنا، بس قاعدين مطمنين على بلدنا. صحيح، يعني ربنا ينصر أهالينا في قطاع غزة ويرفع هذا البلاء عنهم يا رب. ومع فعاليات القمة العربية الإسلامية ببيانها الختامي بعدة نقاط، حاب نتكلم في أكثر من 30 نقطة، يعني شملت كل الأمور، محاولة لإيقاف هذا العدوان وإن الكيان الصهيوني يتحمل التبعات، سواء بقى بالمحاسبة والمساءلة، وكمان المجتمع الدولي اللي وتحديدا طبعا دول اللي حضراتكم عارفينها، مسألة تصدير الأسلحة واشتراكهم كده في قتل المدنيين الأبرياء. طيب أستاذ باشمهندس حسام، عشان معانا على تليفون ومحتاجين نسمع إزاي شاف وتابع فعاليات هذه القمة وبيانها، دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بكم حياكم الله. اهلا وسهلا، يعني تعليق حضرتك، ازاي تابعت فعاليات القمه النهارده وما انتهت اليه؟ يعني مجرد ان تنعقد القمه في هذه الظروف الصعبه هذه نقطه ايجابيه. نعم. بالطبع لا يكفي ان تنعقد القمه بدون نتائج. مفهوم. يعني كنا نتمنى ان تكون النتائج اقوى مما خرجت به اليوم، ولكن يعني إذا أردنا أن ننظر بإيجابية إلى النصف الملآن من الكأس كما يقال، فيمكن القول بأن القمة على الأقل ثبتت المبادئ التي حاول الاحتلال القفز عليها، وحاول الاحتلال تجاوزها وفرض وقائع أخرى بديلا عنها. نعم. يعني الاحتلال مثلا يريد أن يفصل قطاع غزة تماما عن الضفة الغربية والقدس، ويريد أن يجعل مستقبل قطاع غزة معزولا عن مستقبل الضفة الغربية والقدس،
هذه القمة تبنت الرؤية الفلسطينية وهي ذات الرؤية العربية بأن قطاع غزة والضفة والقدس هم هي وحدة جغرافية وسياسية وقانونية وطنية واحدة، وأنه لا مستقبل لقطاع غزة بمعزل عن مستقبل الضفة الغربية والقدس المحتلة التي هي عاصمة دولة فلسطين، وكل هذه الأراضي هي إقليم الدولة الفلسطينية. الأمر الثاني هي منظمة التحرير الفلسطيني. الاحتلال لا يريد الاحتلال ومن وراءه مفهوم، لا يريدون عنوانا وطنيا فلسطينيا واحدا، يريدون أن يتعاملوا مع عناوين متناثرة لتمثيل الشعب الفلسطيني، عنوان في غزة وعنوان في الضفة وعنوان في القدس وحتى الضفة الغربية عناوين متناثرة، يريدون أن يلعبوا على سياسة فرق تسد، وهذه كانت منهجية وسياسة نتنياهو منذ عاد إلى السلطة في عام 2009 ولعب على وتر الانقسامات الفلسطينية والاختلافات الفلسطينية. القمة اليوم أيضا تبنت وثبتت وحدانية تمثيل منظمة التحرير، وأن من يريد أن يتحدث في الشأن الفلسطيني فلديه عنوان واحد يمثل الفلسطينيين هو منظمة التحرير الفلسطيني. النقطة الثالثة هي قرار وقت قرار كسر الحصار على قطاع غزة. رغم أن قطاع غزة من الناحية القانونية هو جزء من الأرض المحتلة، وأن الذي يتولى المسؤولية أو يتحمل المسؤولية هو القوى القائمة بالاحتلال، أنا بتكلم حسب القانون الدولي، مفهوم يا فندم، الدولي الذي لم يعد له وجود تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية، لكن حتى بحسب القانون الدولي كما قال الرئيس السيسي بالمناسبة اليوم في خطابه في كلمته أنه القوى القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة المواطنين الفلسطينيين الموجودين في الأرض الواقعة تحت الاحتلال. كسر الحصار رغم وجود القوة المحتلة يعتبر نقطة متقدمة بالإجراء العربي والإسلامي، لأنه أمام قمة عربية إسلامية مشتركة في اتجاه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني وتحدي إرادة الاحتلال. النقطة الرابعة التي أرى أنها نقطة مهمة تفضل، هي تشكيل فريق عربي برئاسة السعودية التي هي رئاسة القمة العربية والإسلامية للتواصل مع المجتمع الدولي وللتحرك على الصعيد الدولي سياسيا ودبلوماسيا من أجل ضمان وقف العدوان الإسرائيلي الذي هو الأولوية الأولى. هذه النقطة هي الأولوية الأولى التي نبحث عنها اليوم نحن كفلسطينيين، خصوصا أن المأساة والكارثة التي يعانيها أهلنا وشعبنا في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس وصلت إلى مستويات قياسية وإلى مستويات كارثية تنذر بمزيد من المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. هذه النقاط التي يمكن البناء عليها، ولكن نحن بحاجة إلى عمل. هذه النقاط لا يكفي أن نتحدث عنها وهي يمكن أنا سألت في الجزئية دي واسمع رأيك تحديدا يا فندم، أنه عشان يتم تفعيل هذه النقاط وتحرك جاد من قبل المجتمع الدولي، ما بعد هذا البيان، ما بعد هذه النتائج، مهمة اللجنة اللي أشرنا ليها يعني لضمان الفعالية، اقتراح حضرتك أو شايف المسألة إزاي تبقى ماشية بخطوات جادة؟ يجب أن نقصد العنوان الأول والأبرز الذي بإمكانه أن يمارس ضغطا مؤثرا على إسرائيل وبإمكانه أن يأخذ قرارا بوقف العدوان، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف والجميع يعرف يعني أنه صاحب القرار ليس إسرائيل، صاحب القرار أمريكا، وإسرائيل لا تتمتع باستقلال عن الولايات المتحدة وعن الإدارة الأمريكية أبدا. ما تقوله أمريكا ينفذ، وامريكا هي التي اعطت. امال الصوره اللي بتتصدر لنا ان امريكا عايزه يعني يكون في هدن وفي مقاومه من اسرائيل ونتنياهو بيغير كلامه، دي بتقراها ازاي؟ يعني دي جزء من توزيع الادوار، تواطؤ، يعني غسل ماء الوجه يعني بالنسبه للجانب الامريكي؟ ابدا، هي محاولات خداع. خداع. محاولات خداع ليس اكثر. حديث عن متناقضات حتى يهدئ الراي العام. الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك
وتبذل جهود والحقيقة أبدا هم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن العدوان وعن استمرار العدوان وعن غياب الحل السياسي والأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية. واليوم إذا الذين استمعوا إذا استمعتوا إلى كلمة الرئيس محمود عباس في القمة قال هذا الكلام بوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن غياب الحل السياسي وعما نتج عن غياب الحل السياسي من آثار بما فيها هذا العدوان الذي يجري الآن ودعمها العسكري دلوقتي. يمكن في بند يعني تمت الإشارة فيه لمسألة تصدير السلاح بكل تأكيد ربما الجهة الوحيدة الأبرز التي تمد إسرائيل بطاقة الحياة بالسلاح وبالمال وبالدعم السياسي وبالحماية القانونية في المؤسسات والمنظمات الدولية هي أمريكا. طب إذن المطلوب أن المشكلة عند أمريكا وإذا أردنا أن نتحدث فلنذهب إلى العنوان العنوان هو الإدارة الأمريكية. بأي أوراق ضغط دكتور هباش؟ باللغة التي تفهمها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست في وارد لا احترام قانون دولي ولا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق. اللغة الوحيدة اللي بتفهمها هي لغة المصالح. لغة المصالح. في مصالح احنا 57 دولة عربية وإسلامية. هناك مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الدول العربية والإسلامية. علينا أن نتحدث مع الولايات المتحدة بهذه اللغة فقط بهذه اللغة. وإذا شعرت الولايات المتحدة بأن مصالحها ستتضرر على الأقل إن لم تكن في خطر سوف تتضرر بسبب القرارات والمواقف العربية نتيجة هذا العدوان أنا على يقين لأنها ستعيد النظر 100 مرة في مواقفها وستعيد النظر في دعمها للعدوان الإسرائيلي وحينها يمكن أن نضمن وقف هذا العدوان. كل الشكر وتحية لحضرتك ويعني دعائنا ان ده بالفعل اللي يتم ونشوف انهاء لهذه المعاناة وهذه المأساة ويعني يبقى فيه بقى حل شامل وحل الدولتين ومسار سياسي حتى لا يعني تتكرر هذه المأساة مرة تانية. شكرا لحضرتك دكتور محمود هباش مستشار الرئيس الفلسطيني ابو مازن. يعني باشمهندس حسام ارجع لحضرتك مرة تانية. يعني في طبعا يعني الشعوب العربية كان عندها سقف طموحات أعلى من كده بكتير ومسألة الضغط ومسألة أن كل دولة ليها أوراق أو مصالح مع الكيانات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تستخدم ده. وحتى أرجع لبيان القمة كان في بند متعلق برضو أنه يبقى في تحرك على المستوى الفردي من الدول يعني كل دولة وفقا لأوراق الضغط الخاصة بيها. هو الحقيقة الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي اللي عامل لها لخبطه شويه الانتخابات الامريكيه برضو داخله في القصه. فانت بتكلمي رئيس امريكا دلوقتي وهو عنده انتخابات عينه عليها يعني فالتوقيت حول ايه مش والدعم الاكبر للوبي الصهيوني وبالتالي هتلاقي زي ما احنا شفنا المزايده المطلقه في الاول. عندنا مشكله تانية برضو ان نتنياهو كرئيس وزراء فقد من جوه في المجتمع الاسرائيلي حول ايه شرعيته. فهو برضو اللي انا شايفه هو وحكومته بيتمادوا تماد غير عادي بمجازر غير عادية لأنه عارف أول ما بتنتهي هيبتدي ينتهي يتحاسب وخلاص وينتهي فمكسبه هو الحرب واستمرارها وعلى قد ما بيحاول يبين لهم الانتقام بهذه المجازر يعني. إنما الكلام كل دولة فعلا بتحاول مفروض تحاول تعمل اللي في إيديها. يعني احنا مصر واحنا بنتكلم ما همناش ما فكرناش حتى المجتمع المصري العادي ولا رئيس مصر في الوضع الاقتصادي وهو بيقول يلا يا مساعدات ما فكرناش واحنا النصيب الاكبر من المساعدات اللي راحت. يعني احنا في هذه الظروف هو النصيب الاكبر 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 ومن اول يوم ولا الرئيس فكر ولا الشعب المصري حسب الحقيقه يعني
هو ده معنى ان انا احاول اعمل كل ما اقدر عليه. صحيح. هل في بلاد اخرى تقدر تعمل اكتر؟ مش في المساعدات بس، انا بتكلم في الضغوط. طبعا. هل في بلاد اكتر عربيه لها ضغوط عند امريكا اكتر بعوامل اقتصاديه؟ طبعا، ده وضع طبيعي. اللي انا شايفه ان شاء الله من القمه والتحرك اللي هيحصل هيبقى في ضغط اكتر بما فيها العامل الاقتصادي. طيب، لغايه ده ما يتم المدنيين بيدفعوا الثمن، والرئيس سواء النهارده او في قمه القاهره كان بيخاطب الانسانيه، ضمائر الانسانيه، وان في يعني انكشاف لسوءات او عورات المجتمع الدولي في مساله حقوق الانسان. وانا بكلم دلوقتي السياسي حسام الخولي اللي عارف حقوق الانسان واتكلموا عنها ازاي في مصر، ويعني والعصا والجزره. فانت شايف ازاي يعني المأزق اللي وقع فيه المجتمع الدولي؟ أمين العام الأمم المتحدة بيقول دي مش أزمة إنسانية، دي أزمة للإنسانية. لا، هي مش انكشفت، هي مكشوفة لينا احنا كسياسيين من زمان. إنما هي انكشفت للشعب، للمواطن العادي خالص، انكشفت. وحتى اللي بيقدر بعد كده هيجي يتكلم فيها من داخل مصر، ايا كان، ايا كان هو مين، بايا كان فصيله ايه، ده لا الكلام اسكت. يعني ما فيش فيها كلام ده. يعني احنا كنا وصلنا، لو احنا نفتكر قبل المجزره دي، ان في تقرير طالع بيلومونا على اتنين اتخانقوا مع بعض، يعني اتنين من المعارضه اتخانقوا مع بعض، فهم عاوزين واحد يطلع واحد ما. يعني انا بتكلم، دخلنا في كلام غير عادي. بص يا استاذه لبنى، انا الموقف ده بين للناس كلها ان مثلا لو لا قدر الله طياره مخطوفه فيها 500 وفيها اتنين ارهابيين، هنا العالم هيتحرك حاجه واحده بس، ال 500 دول امريكان ولا في الغرب، هيقول لك اوعي حد يتعور فيهم. ال 500 دول مش منهم، مننا كلنا بقى، يعني هيقول لك فجر الطياره عشان اخلص واحنا ما بنتفاوضش مع ارهابيين، او احنا ما بنتفاوضش عليه. فهي العمليه اتكشفت، بس اتكشفت لشعوبهم حتى. انا صحيح. بتكلم حتى لشعوبهم. لان في جزء كبير من شعوبهم مش كانت القضيه الفلسطينيه بس ما يعرفش عنها حاجه، لا، كان حتى حقوق الانسان، وهو بيلوم الدول والتقارير وكده، كان في بعض من الشعوب بتاخده انها بجد حقوق انسان. لا، حاليا يعني ده لو غابه حصل فيها اللي بيحصل ده، كان العالم اتحرك الحقيقه، او ضميرهم كان اتحرك. صحيح. خلينا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم مره تانية ونكمل حوارنا مع سياده النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل الوطن، رئيس الهيئه البرلمانيه للحزب بمجلس الشيوخ. مرحبا بحضراتكم معانا مره تانية. بجد طبعا تحيتي لسياده النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل الوطن، رئيس الهيئه البرلمانيه للحزب بمجلس الشيوخ. سياده النائب، من شويه كنا بنتابع يعني جلسه نقاشيه لمجلس القبائل والعائلات المصريه بخصوص دعم غزه ودعم طبعا الموقف المصري، وحزب مستقبل الوطن احد الاحزاب اللي قام بتنظيم هذه الفعاليه. ايه الرساله اللي من وراها، يعني التحركات الشعبيه وهذه الجلسات، وحتى سمعنا قامات سياسيه بتتكلم وبتقول التاريخ والحاضر والتحديات اللي قدام؟ يعني رساله زي ما كنا بنتكلم، رساله توحد شعب متوحد بجميع طوائفه في موضوع القضيه الفلسطينيه واللي بيجرى في غزه، بلقاءات قيادات الاحزاب مع بعض في مؤتمرات جماهيريه كبيره، مع طبعا القبائل العربيه، وده دورهم كبير قوي دايما في مصر. يعني هم برضه هم يحاولوا عيوننا دايما، وحاميننا على حدودنا، على حدودنا، وعائلات محترمه دايما ومقصله، ووقت الجد دايما تلاقيهم اول ناس بيدافعوا عن البلد. لا، انا اسهل وقطعتك، بس لما رئيس الوزراء عمل المؤتمر الصحفي عند معبر رفح وقابل مشايخ وعواقل اهالي سينا، كانت رساله قويه قوي قوي، يعني ادي سينا وادي التنميه، ودول اهل سينا اللي دفعوا الثمن وحاربوا معانا ايد بايد مع الارهاب، بيقولوا لا.
لأ ودفعوا الحقيقة دفعوا ثمن كبير طبعا. يعني حتى الدولة أما كانت يعني دلوقتي الدنيا بعد الإرهاب الحمد لله وده برضو طبعا جيش وشرطة ومساعدتهم برضو الحقيقة في القضاء على الإرهاب، بدأ التنمية لشمال سيناء تدخل بـ 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 بعنف لأنها كانت متأخرة مش بيد حد، ما حدش كان يقدر ساعتها يعمل هذه التنمية وفي إرهاب هناك. إنما أنا مثلا من علاقتي حتى بإخواتنا في شمال سيناء حتى في الحزب الأمانات وكده ما بيجوا برضو الناس كان عندهم مشاكل، عندهم مشاكل في الاتصالات لو فاكرين كانت مقطوعة عنهم كتير عشان مواجهة الإرهاب. يعني هم شافوا أيام صعبة في نفس الوقت كانوا والله يا أستاذة لبنى مثلا أنا بتكلم على الأمانة عندنا في شمال سيناء أكتر ناس منتظمين في الحضور ان هو يجي اوقات انا ببقى مديلهم عذرهم يعني لو ما جوش وكان ساعتها القصه صعبه امنيا وانك تيجي هذه المشوار وترجعي، لا هم عندهم اصرار دايما. انا اديت مثال على كده انما بتكلم في العموم عندهم اصرار غير عادي بالالتزام والوطنيه. فالقبائل عارفه النهارده برضو الوجود وهم موجودين ده بيمثل نسيج الشعب المصري كله. صحيح صحيح. طيب هحيل حضرتك بقى ان كل التهديدات دي والتحديات خارجيا وداخليا وتحدي اقتصادي صحيح الشعب المصري يعني ما بقاش ايه ماشي الضغط وكل حاجه بس حاسس ان في ثمن كبير وواجب عليه لازم يقوم بيه. داخلين على انتخابات رئاسه ويوم الخميس اللي فات بدات فتره الدعايه. التزامن او التهديدات والتحديات دي مع انتخابات رئاسه بتشوف ان هو ده عامل ضاغط علينا عامل محرك يعني تقييمك ايه للمشهد ده؟ احنا بلد كبيره بتمر بظروف صعبه شويه اقتصاديه دلوقتي بس مرت قبليها بظروف اصعب جايز احنا يعني ما عديناش بالفترات دي بس برضو اللي كنا بنسمعه ان في ايام الحروب انا بتكلم الحروب وما كانش في حاجه موجوده في البلد واهالينا كانوا مستحملين عادي انا بتكلم ظروف الحياه فاحنا ظروف صعب بس احنا بلد كبيره بلد ما ينفعش تقف ما ينفعش تقف يعني ايه ما ينفعش تقف؟ يعني في استحقاق دستوري رئاسي بيتم في 100 مليون مصري لازم ياكلوا لازم يشربوا لازم يتعلموا لازم الصحة بيتم لازم ايا كانت بأني درجة بس لازم بتبقى ماشية لازم في تعليم لازم هيتم لازم في مشاريع بتكمل لازم هتتم. احنا بلد كبيرة ما نقدرش نقول اصل في ظروف فنوقف البلد نوقف البلد انا بتكلم في اي طريقة بتشتغل دايما في مسارات متوازية زي ما حاربنا الارهاب وعملنا تنميه مع بعض فانت ما فيش حاجه بتقف. انت جبتي صح احنا عملنا كان اسهل حاجه او مش اسهل حاجه كان كتير بيعملوها يوقف كل حاجه عشان محاربه الارهاب. فاحنا بلد كبيره والبلد الكبيره دي عشان كده استحقاق الرئاسي اللي موجود استحقاق جايز حتى في الظروف دي اللي انا شايفه ان الناس نسبه المشاركه هتبقى عاليه اللي انا شايفه. ليه؟ لان الناس بقى عندها حماس جواها وطني وشعور بخطورة موقف عموما والناس بدأت تفهم يعني ايه صندوق انتخاب ويعني ايه صوته بيمثل ايه يدي لمين هو حر يعني انما في الاول والاخر المشاركة دي حاجة أساسية. احنا في مستقبل الوطن مثلا في حاجات خفضناها المؤتمرات احنا كان مفروض احنا جزء من الحملة مفتوحة للجميع بس احنا جزء فاحنا عاملين مؤتمرات مثلا في المحافظات
كان محافظات ومراكز اتخفضت للمحافظات بس عشان في جزء من هذه التكاليف هتروح لاهالينا زي ما السيد الرئيس طلب. انا بتكلم كمرشح والحمله الانتخابيه طلب، بس عوضناها بحاجه اسمها يعني في جزء من المبالغ اللي كانت مخصصه للدعايه والحملات الانتخابيه هتروح لصالح اشقائنا في غزه وطبعا القوافل بالظبط. عظيم. وفي حاجة تانية اتعوضت عشان المشاركة، عشان برضو عملنا حاجة اسمها طرق الأبواب. طرق الأبواب ده هتبقى عندنا في الحزب أمانة المرأة والشباب والعمل الجماهيري مع بعض، دول بيتكلموا هينزلوا يخبطوا على أبواب في القرى في 12 محافظة. أنا بتكلم في هنا في القرى والنجوع، وهيبتدوا يتكلموا مع اهالينا كل واحد في قريته. وانت عندك قواعدك او الشباب المتطوعين تقدر تتحرك تغطي ده؟ احنا في مستقبل الوطن احنا وصلنا لحوالي 600 الف عضو تنظيمي. مش عضو تنظيمي يعني أوكي. بس ثقافة التطوع برضو في توسع فيها في الفترة اللي فاتت أوي. فدي برضو ده أصلا مكسب أوي. ما هو أحسن حاجة في الحقيقة في والأحزاب بدأت تعملها الحقيقة كتير إنك تدخلي ثقافة التطوع. بصي كل ما هتشتغلي كتير الشباب عاوز يشتغل والمرأة عاوز يشتغل. مشكلة الأحزاب كانت أما ما بيعملوش شغل الناس بتزهق، اروح اعمل ايه؟ ما انا مش مطلوب مني حاجه. لو نظمتيها واشتغلتيها صح. فطرق الابواب دي انا شايف برضو ان شاء الله هتجيب نتيجه جميله جدا، لان انت بتكلمي كل مواطن في منطقته بلغته، ومين اللي بيكلمه؟ جزء من قريته. فبالتالي هم عارفين طبعهم، عارفين يقولوا ايه. بس انتوا اكتر حاجه مركزين عليها هي حس المواطن على المشاركة. طبعا دي نمرة واحد. طبعا دي احنا في الاول والاخر حزب، احنا طبعا مساندين السيد رئيس من اول يوم، بس احنا الدافع الكبير بالنسبة لنا المشاركة. خلينا نفهم ونتكلم اكتر بعد الفاصل. ليه المشاركة الشعبية مهمة في استحقاق انتخابي على اعلى مستوى وهو استحقاق رئاسي؟ ايه الرسالة من ورا ده على المستوى الداخلي وللمجتمع الدولي كمان في ظرف صعب وتهديدات محوطك؟ بعد الفاصل نرجع للنقطة دي مع حضراتكم. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. قبل الفاصل وقفنا مع سيادة النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل الوطن في الحديث عن الانتخابات الرئاسية، وقال لي ان خطة الحزب طبعا ضمن مجموعة من الاحزاب بتدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هي مسألة حملات طرق الابواب، يعني التواصل المباشر. ويمكن هنا انا سألت سيادة النائب ونرجع بقى للتفاصيل، اهم حاجه هي المشاركه الشعبيه طبعا. وقلنا بقى وسالت حضرتك ليه، ايه اهميه المشاركه الشعبيه، ايه مدلولها داخليا وعلى المستوى الدولي دلوقتي في ظرف صعب بنمر بيه؟ مربوطين ببعض. وبس داخليا بترفع الروح المعنويه. بتقول في الاول والاخر ان هذا الكم من الشعب العدد ده طلع شارك عشان يقول للقيادة اللي جاية أيا كان ربنا هيوفق مين، احنا عاوزينك تكمل بهذه الطريقة. كل ما النسبة دي بتزيد كل ده ما بيدي روح معنوية للشعب نفسه من جوه وللرئيس القادم. صحيح. انا بتكلم على عموم. انا الناس تعبت ونزلت السنه دي عشان تجيبني بهذا العدد، واثقه وطالبه مني اعمل كذا او اعمل كذا او اعمل كذا على حسب الحاجه. مفهوم. ده داخليا. خارجيا ايوه مهم جدا، لان في الاول والاخر العالم بيبقى قاعد بيستنى كده في الانتخابات، خصوصا في البلاد اللي ضغط عليك، اللي ضغط علينا، في البلاد اللي لها مطالب عندك وانت مش بتنفذيها، مستنية يشوفوا التماسك الشعبي قد ايه والناس نازلة قد ايه الانتخابات اللي وراك ببلدها. ظهيرك الشعبي ايه ومهتمية ببلدها. هل الشعب ده
عنده الاهتمام وصاحي صاحي مسيس مسيس فنزل بهذا العدد هنا خاف من الشعب ده اعمل له حساب واعي اعمل له حساب ولا الناس قعدت في بيوتها وبتقول مش فارقه عندي مش فارقه عندي بقى ساعتها الانتخابات بره هيبقى مش فارقه عندي البلد يعني ما مش موضوعي الامن امن حدودي مش موضوعي لا ده احنا مجرد ما اتقال حاجه جه لفظ سينا حبينا وبالتالي في الاول والاخر ده صندوق انتخاب هيكلفك قد ايه عشان تروح وتيجي نص ساعه ساعه كل قد ايه كل ست سنين انزل قول تدي لمين ده موضوعك بس انزل قول انا موجود انا مصري انا موجود دي بلدي انا مصري هنا انت مش رايح الحقيقه لحد معين قبل اختيارك يعني قد ما انت رايح لمصر صحيح. انت رايح لبلدك بعد كده صوتك ده موضوع ده صوتك حقك واجبك تجاه نفسك وتجاه بلدك وتجاه اولادك عشان تتعلم ولادك ان ده حق لازم ياخده ما هي بتيجي من كده هي ليه المراه دايما عامل قوي في اي انتخابات هي بتنزل بيت يعني لو راجل كده زوجته نازله وهو قاعد مكسل هيتكسف وعشان المستقبل والاولاد لان دايما في رؤيه زي ما بتقول كده ان انا حافظ على بلدي ومستقبل بلدي طبعا. للاولاد الاجيال اللي جايه في ظروف وبعلم ولادي ما هو ولادي ما بيشوف الاب نازل صح. وانا أنا حتى الولد يشارك. اللي مكسل نازل يشارك ويبقى عنده حب ولادي. وانتماء لبلده دي حاجه في الاول والاخر ممسوكه على بعض يا سياده النائب شرفتنا نورتنا وطولنا عليك النهارده لك طبعا كل تحيه لحضرتك سياده النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مجلس الشيوخ بشكرك شكرا يا فندم شكرا جزيلا